معنا على الطرف الآخر سيد مشعل عبتل المنسق الإعلامي للأخضر، حياك الله يا كابتن مشعل. الله يحييك وصباح مسي عليك ومسي على أخوي الكبير الهاجري عبد العزيز حياك وعلى الله أخواننا المشاهدين. مشعل، يا ليت يعني أول شيء تلخص وتشخص بالضبط هذا المستوى الغريب اللي ظهر فيه الأخضر خاصة في لقاء اليوم. اثنين، سؤالنا هل فعلا قمتم بإقالة المدرب السيد ميدراك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله بشوف بالنسبه لسؤالك، نبتدي بسؤالك الثاني. فالاخوان في الجهاز الاداري بمثله بالرئيس عبد العزيز المطوع ونائب حسين عاشور رفعوا توصيه لاعضاء مجلس الاداره براسه جمال الكاظمي للنظر في اعفاء المدرب في تكملته مع الفريق. لكن هذا الامر الكل يعلمه متروك بيد مجلس الاداره في حالة إقالته أو استمراره، يبقى الأمر متصل فيهم لأن الكل يعلم هذه الأمور في نهاية الأمر تصب في يد مجلس الإدارة. أما بالنسبة لما حدث اليوم في مباراة اليوم، أولا نقول مبروك حق إخواننا في نادي النصر وبالأخص الكابتن ظاهر وإخواننا اللاعبين على المجهود اللي بذلوه ويستاهلون. إحنا نقول أمانة يعني ما نقدر يعني التبريرات يعني غير مقنعة، إلا الشيء الوحيد اللي احنا نقول كانوا لاعبين اليوم ما هم بالفورمة، ما هم كانوا في المستوى المطلوب، وقد تكون هذه يعني كبوة تمر على اخواني اللاعبين وان شاء الله يتعدونها في مباريات مقبلة ويصححون اخطائهم ويجلسون بينهم بين نفسهم ويشاهدون ما حدث معهم في هذا اللقاء. إذن هو جزء يعني يلقى أيضا في تحمل على اللاعبين وليس فقط على السيد ميدراك. هل هناك أسماء مطروحة مشعل أمامكم لإدارة الفريق فنيا؟ والله حاليا أمانة ما يحضر أي شيء، يعني كل ما إدارة تعرف أن الأحداث تتسارع في هذا الوقت. لكن إحنا من الواضح من إخواننا من الإدارة انهم تأنوا اجتماعهم لغدا للرؤيه لمعرفه الامر، ما حبوا اخواني مجلس الاداره وهذا شيء يحسب لهم امانه في عدم استعجال في بث اي قرار مستعجل، وهذا شيء طيب. اما بالنسبه لك ان تحمل المسؤوليه للاعبين، فلا شك المسؤوليه تحمل مو على اللاعبين، تحمل على الكل ان كان جهاز اداري او جهاز فني او اخواني اللاعبين، لان احنا منظومه واحده نكمل بعض، وإذا حدث الشيء لا يحدث على الكل وليس على شخص معين. ولو كانت في أمور فنية الكل يعلم أن الجهاز الإداري ليس طرف فيها، هذا أمر طبيعي ويحصل الكابتن عبد العزيز الهاجري خير من يعلمنا في مثل هذه الأمور اللي تحصل مع المدربين أثناء مسيرتهم في تسليمهم للفرق. عنده مداخلة وياك مشعل. الكابتن عبد العزيز الهاجري تفضل. أبو حسن تفضل. أبو حسن الله يمسيك بالخير مشعل. مثل ما ادري يعني انا لما يكون الجهاز الاداري يوصي مجلس الاداره باعفاء المدرب يجب ان يكون هناك بديل، حتى انا يعني ما يكون في فراغ في للفريق. الشيء الثاني مشعل، حسب يعني تواجدك المستمر معاه كمنسق اعلامي، هل تعتقد ان يعني اقاله المدرب هو الحل، هو عوده يعني الروح للفريق العربي؟ اليوم شاهدنا يعني الفريق ولا كأنه خسران، يعني كأنه يعني حتى لو يلعب في مباراة تجريبية أو تدريب تقسيمة والله ما أقبل أني أخسر أربعة بهالطريقة. يعني والله شوف مشعل ويانا على الخط معاك، بس تفضل لأن صوت أبو حسن راح. لا لا وياك تفضل. لا ما سمعت آخر شيء كان يقول. يعني يقول غياب الروح بالنسبة للأخضر يعني شيء غريب الحقيقة، وكأنها مباراة يعني تجريبية وليست مباراة يعني قمة في الدوري. نعم. شوف أنا ما أقدر يعني إذا كان أي ناقد وأيضا في مكانة أخوي حسن كمدرب وطني إنه ينتقد الفريق في وجهة نظره في هذا الأمر قد يكون محق، وقد يصيب بعض الأمور. لكن مثل ما تفضلت في حالة غربي مع اخواني اللاعبين، لا والله يعني امانة يعني مثل ما الكل مستغرب، انا بالنسبة لي اتكلم عن شخصي انا مستغرب اليوم. يعني انا يعني مش والله تبرير ولا دفاع عن اخواني كثر ما هو مجهودهم. امانة يعني
يعني الامر لفقدان الروح لا والله بالعكس، لكن الكره اليوم يعني مثل ما يقولون ما هو بيومهم اخواني اللاعبين، يعني ثقوا امن بالله اخوي ابو حسن واخوي واخواني المشاهدين انه لا يعتقد ان اي لاعب له مكانته في اسمائهم، انا ما بعدد الاسامي لانهم كلهم كباتن وكلهم نعم يعني نعم بركه نعم. وبالاخص اخواننا المحترفين طيب. لا بالعكس لا ادوا 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 ما عليهم، انا بس اساس النقطه هذه وايد حساسه بالنسبه لاخواننا المشجعين النادي العربي، لا والله يعني اخوانهم اللاعبين حاولوا، لكن يعني احيانا تمر عليك لحظات في بعض المباريات يعني ما تكون انت في يومك، فعلا النتيجه هي القاسيه، النتيجه الكبيره اللي حصلت هي رده الفعل، لكن لو كانت النتيجه فوز النصر، والنصر يعني مش اول مره يفوز يعني على فرق كبيره، وهذا شيء حقه، وانتم اعتقد قبل شوي عددتوا اسامي الفرق اللي فاز عليه خلال هذا الموسم وليس المواسم السابقه. نعم. وهو تعرض من عندنا بهزيمه اخ مشعل، بس يعني استدراك هذا الوقت، وانا ادري انك ما شاء الله عليك يعني دبلوماسي في هذه الامور ومميز حتى في رفع الروح المعنويه بالنسبه للاعبين والدفاع عنهم، وهذا حق مشروع. باختصار ماذا حدث مع الشرمذي؟ نعم، هل هناك فعلا حالة تهجم على هذا اللاعب الكبير من قبل احد الجماهير؟ معلش بس عفوا، بس ما في شيء اسمه دبلوماسيه في الشفافيه اخوي بكرس، يعني اذا لو كان لو ثقوان بالله اتكلم عن شخصي انا، ولا الحمد لله اعوذ بالله من كلمه، انا ما 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 املك شيء اسمه الدبلوماسيه بكثر ما هي الشفافيه لاخواني ومحبين الجمهور العربي، اذا كنت بتعامل في الدبلوماسيه صدقني بيضيع الفريق من اوله لاخره، وهذا 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 راح يكون عيب من عيوب وظيفتي اني انا اوصل معلومه خاطئه عن اخواني اللاعبين او عن انت مدير وايضا يعني منسق اعلامي، وبالتالي الدبلوماسيه جزء من عملك، وهذا شيء يحسب انه يعني عدم تسليط الضوء على يعني او القاء بكاء الخساره على اللاعبين، هذا شيء جيد، لكن اذا سمحت لي بس في سؤالي على اساس الوقت مشعل، فعلا هل هناك حادث اعتداء على اللاعب الكبير الشرميطي؟ معلش بس ارد عليك على الجزئيه هذه عشان ارد عليك على سالفه، بس ما عندي وقت يا مشعل، معلش بس تحملنا الله يسلمك، ما عندي وقت يا مشعل، رجاء ان ترد علي بس لو سمحت. حادث هناك اعتداء على الشرميطي؟ والله هو ما هو يعني اعتداء، يعني كثر ما هو كان الجمهور متواجد حول الباص، وكان في نوع من التلفظ، وانت تعرف الجمهور كان في وقته معصب يعني حاولنا يعني تهدئتهم، فقام في احد من الجماهير للامانه في طريقه يعني غير حضاريه، انا اقول في الباص على الباص، اثار حفيظه اللاعبين، كانت من جهه الشرميطي على حسب ما عرفته، يعني شرميطي قالوا اخواني اللاعبين يعني انفعل، وهالامور حاول طبعا الجمهور ردت فعله بانفعال الشرميطي انه يحاول يوصل له، لكن رجال الامن يعني جزاهم الله خير ما قصروا، اللي كانوا متواجدين فكوا هذا الامر، لان انا حضرت ورجال الامن هم قاعد يوخرون المشجعين عن الباص. احنا نقول هذه يعني ما هي من اخلاقيات جماهيرنا العرباويه، نتمنى ان يراجعون نفسهم، هذول اخوانهم اللاعبين، نتمنى مثل هالتصرفات هذه تمحي من الرياضه الكويتيه بشكل عام. التعصب حلو، لكن التعصب العقلاني، التعصب حب للفريق، هذا يولد انطباع جيد، انعكاس جيد للحركه الرياضيه الكويتيه وليس للنادي العربي وجماهيره، لكن احنا نقول حق جمهورنا حكم علينا، ان شاء الله باذن الله اخوانكم اللاعبين يفرحونكم ان شاء الله مثل ما حزنوكم اليوم، يفرحونكم ان شاء الله بكره، ان شاء الله الامل موجود، لا زال الامل موجود، النتائج خدمتنا مع بعض الفرق، ان شاء الله تتعدل، ان شاء الله الامور كلها تصير للاحسن باذن الله. اتمنى التوفيق للاخضر، وشكرا لك اخوي مشعل العبتي المنسق الاعلامي للنادي العربي، عوده لك.